وصل لمركز ال 13 ب 38 نقطه. انا شايف ان يعني ده مكانه طبيعيه طيب العيش. استاذنك اخد سياده اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام على فريق الكره بنات الداخليه. اهلا بيك يا سياده اللواء. اهلا بيك. اهلا بيك. كل سنه حضرتك طيب ومنورنا في قناه الاهلي. الله يخليك. يعني احنا كنا بنتكلم عن الداخليه منذ قليل وقلنا ان الكابتن كنا بنتكلم مع الكابتن علاء عبد العال وقلنا ان هو شكله مع نادي الداخليه بيختلف تماما او الداخليه مع الكابتن علاء عبد العال بيختلف تماما، لكن عايز اعرف النظره المستقبليه لحضرتك بالتحديد للداخليه فيما هو قادم. ما بين طبعا بتكلم مع الجميع يعني وبخص الكابتن ماهر همام ست اللواء الملعب يعني. كل سنه وانت طيب يا ست اللواء. الله يخليك كابتن. ربنا يخليك. سعيد سمعت صوتك بخير. ربنا يخليك يا ست اللواء. اهلا وسهلا بيك. الله يخليك كابتن. طبعا ان شاء الله الحمد لله ربنا كرمنا السنه دي وقعدنا يعني قبل الدوري الممتاز باربع خمس اسابيع يعني. دي حاجه الحمد لله كويسه يعني. طبعا احنا مستعدين للسنه الجايه. استعدت ان شاء الله كويس يمكن يعني مش هنستغنى عن لاعبين كتير يمكن واحد بالعافيه يعني او اثنين. وانما ان شاء الله اللاعبين يعني بعد الدوري ما ينتهي نقعد مع جهاز برضه كده وان شاء الله كابتن علاء مستمر معانا يعني المجموعه كلها. ويمكن مثلا حوالي 15 لعيب من اللاعبين القدام مستمرين معانا يعني. طبعا كنا السنه دي اشكال ان انت بتعمل فرقه جديده. كنا واخدين قاعده عريضه من اللاعبين يعني، انما استقرينا الحمد لله ان في حوالي 15 لعيب مستمرين معانا السنه الجايه ان شاء الله. يمكن اعمارهم كلهم ما بتزيدش عن 21 سنه 22 سنه. تمام. يعني افهم من كلام حضرتك ان هيكون في نظره مختلفه شويه لفريق الداخليه في الموسم المقبل، يبقى في امكانيات زياده، يبقى في قدام الكابتن علاء عبد العال فرصه ان هو يجيب لعيبه باسعار الميزانيه تختلف، ولا الشكل العام برضو يا سياده اللواء يبقى ازاي؟ بص حضرتك يعني برضو خلينا واقعيين مع بعض. فضل يعني اتفضل يا فندم. يمكن يعني لا انا مش هاخد الدوري ولا هاخد الكاس. طب ليه؟ ليه ما يبقاش في طموح؟ ما الطموح يعني طول ما تبقى انت واقعي في الطموح بتاعك. انا اتفق مع حضرتك. تمام. متزن يعني. تمام. طبعا مش هقدر اجيب مثلا لعيب ب 35 مليون جنيه. هل ده صح؟ طبعا صعب يعني. فبالتالي انت بتمشي على قد الامكانيات اللي عندك. احنا بنبذل جهد وعلى قد الامكانيات اللي عندنا بنشتغل، ويمكن السنه الجايه هتكون افضل باذن الله، لان برضه استقرينا على قوام الفريق الاساسي. بنطمح ان احنا نبقى في نص الجدول. يعني من السادس لل 12 ده تقريبا مناسب لينا. فان شاء الله باذن الله السنه الجايه هتبقى يعني هنعمل نادي الداخليه هيبقى بصوره طيبه ونتعشى نبقى في الاربعه الاوائل يعني. يا رب. يعني في لعيبه جايه لها عروض احتراف ست اللي هو ناصر منسي مثلا على سبيل المثال، هل ممكن تتاح الفرصه لناصر ان هو يحترف ولا تحتفظ بيه في فريق الداخليه؟ بص صحيح كان هو في حوالي ست لاعبين جاي لهم عروض منهم ناصر منسي يعني. فطبعا برضه بنقعد معاك. عروض خارجيه برضه يا فندم؟ في عروض خارجيه يعني احترافيه قصدي مش في الدوري المصري. فبنقعد برضه مع الـ يعني الـ مجلس الاداره كله بنتناقش وبتاع وان شاء الله لصالح النادي هننفذه. ان شاء الله يعني. يعني مش عارف اطلع منك معلومات. لا المعلومات هي واضحه. انا بقول لحضرتك اتمنى يعني ان انا ما استغناش غير عن لعيب واحد او اثنين. اكيد يعني طالما في فرصه للاحتراف اعتقد برضه هتبقى حلوه للفريق الداخليه ان هو طلع لعيب مثلا فريق اوروبي محترم وماديا كمان هتفيد نادي الداخليه. طبعا خصوصا ان حضرتك طموحات حضرتك بتتكلم بمنتهى الصراحه وانا بحترم الصراحه في حضرتك جدا ان الداخليه لا يطمع في المراكز الاولى، هو بيحتفظ بس في نص الجدول المنطقه الدافئه زي ما احنا بنقول. لان برضو على اساس يعني احنا برضو عندنا قاعده ناشئين كويسه يعني بنطلع منها مثلا كل سنه لعيب او اثنين بيتضموا معانا على اي لعيب نجيبه من الفرق الثانيه. بس السنه دي الحمد لله قوام الفريق واضح. تمام. بالك يعني السنه اللي فاتت كنا مثلا جبنا 24 لاعب. السنه دي اوريدي 15 لعيب موجودين معانا مستمرين ان شاء الله. يعني يا ست اللواء انا مش هقول لك مين اللعيبه لكن اقول لك الفرق الكبيره اللي ممكن تفكر في لعيبه الداخليه، يعني مين اللي قدم طلبات لعيبه الداخليه او مين اللي عايز اقول لحضرتك على حاجه يعني. اتفضل يا فندم اتفضل. يمكن
من اول النادي الاهلي لنادي الزمالك لكل سموحه المقصه وادي دجله الاسماعيلي المصري ده كله عند سموحه في اسكندريه اللعيبه من النادي الداخليه. طب خارجيا يا فندم انا بتكلم خارجيا عقود احتراف خارجيه او انديه خارجيه طلبت لعيبه من الداخليه. في لعيب واحد اللي هو ناصر منسي يعني وفي كلام جدي بالنسبه له يعني. تمام انا بشكر حضرتك على صراحتك ويعني مداخله مميزه جدا يا ست اللواء. اتمنى لحضرتك التوفيق مع النادي الداخليه ان شاء الله فيما هو قادم. شكرا جدا لحضرتك. هو يعني دايما صعب.